يا زينب. نعم يا حبيبي. هناكي فيها كلام كتير عايز يتقال، قول يا زينب. أنا بصراحة عاوزك تكلم حسن. ليه؟ هو عمل حاجة؟ لا أبدا، بس أنا عاوزك تكلمه وتفهمه إنه عاوزين نتجمع كلنا في بيت واحد. عندك حق، وما يصحش كل واحد يقعد في بيت غير التاني. بس أنا بقول يعني. يعني إيه؟ أحسن كده؟ مروان، أنت خايف من المشاكل اللي ممكن تحصل مش كده؟ لا، عايز كل واحد يبقى براحته على هواه يعني. طب هو ده ينفع؟ أنت عايزة تقولي يا زينب؟ قولي يا روحي. بص يا حبيبي، أنا نفسي العيال كلهم يكبروا وهم متجمعين في بيت واحد زي ما كنتوا زمان، وعارفة متأكدة يا مروان محدش هيقدر يعمل الكلام ده غيرك أنت. دقيقة واحدة، قولي دي يا زينب. يا معلم. أهلا بيك يا عم. أنا قلت إن أنت مش جاي. الرئيس كان عايز يقابلك. وماله؟ أه طبعا. تؤمر بأي خدمة؟ لا بالسلامة، أنت توكل على الله. مع السلامة. خير يا مروان؟ الواحد لو بيطلب حاجة وتيجي في محدها. هو ده عميل عندك؟ ده تاجر بيشتري الفاكهة من عندينا في الأرض، كان عليه فلوس وجاي يدفعها. عارف الواحد لو بيحترم مواعيده كان كل حاجة تبقى زي الفل، مش خناقات وتليفونات. واحد أعصابه تعبت قوي قوي يا زينب. إيه؟ على فين؟ هناكل. تعالي يا زينب، تعالي، تعالي يا زينب، اقعد يا زينب، اقعد، اقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا زينب؟ قلت لك قبل كده ان انا مش عايزاك تكذب عليا تاني، صح؟ انا ما كذبش. لا يا مروان، انت بتكذب، والراجل ده مش تاجر ولا جاي يسلمك فلوس. يعني قول لي، عاوز تفهمني ان الشنطه دي فيها فلوس مثلا؟ لا يا زينب. شفت بقى ان انا معايا حق؟ ودي انا عبيطه؟ كل مره بصدقك وانت بتصدمني تاني. انا ما كذبش، بس في حاجات عشان تتم وتكمل لازم تبقى في قلب صاحبها لحد الاخر. طب وحياتك عندي وحياه نوح، انا عايزك تساعديني. الله، اساعدك اكتر من كده؟ خليكي زي ما انت يا زينب، ولمينا كلنا حواليكي. والله مش عارفه اقول لك ايه، قلبي مصدقك بس عقلي لا. اسمعي كلام قلبك، قسما بالله العظيم قلبك ده هو الوحيد اللي فاهم الدنيا دي كلها. بسرعة يا زينب، في حاجة شاغلة بالي وعايز أقول لك عليها. إيه؟ عايزين نخوي الواد، نجيب له يعني بنت شباك حلوة كده تملى لي دنيته. ماشي، حابة أفكر في الموضوع. لا، أنا عايزك تفكري زين. معقولة يعني الواد يعيش في رضاني كده ولا إيه؟ ربنا يسهل. هيسهل. بسم الله زين. بسم الله الرحمن الرحيم. إزيك؟ عايزة مني إيه؟ عايزاكي في حاجة. أنا أصلاً جاية أطمن عليكي. تطمن عليا؟ هبله انا اياك. ها؟ هبله، هبله وعبيطه وبيضحك عليكي كمان. بصي، انا فكرت كتير قوي قبل ما اجيلك، وقلت يا ترى سينا هتبقى ذكيه وعارفه مصلحتها ولا هتفضل غبيه زي ما هي؟ بقول لك ايه؟ مش عايزه لت وعجن كتير. لت وعجن؟ ايوه لت وعجن. يا تقولي كلام له عوزه يا تمشي من هنا. هخرجك من هنا. مش كده وبس. وهديك اللي انت عايزاه، مش كده وبس، وهعيشك العيشه اللي انت نفسك فيها، وصفا المعفن ده انا هطلع عين امه، بس بشرط. ايه هو؟ تخرجي من هنا، تخلصي على كريمه من هنا.
مش انتي قلتي ان هي اللي حرضتك على قتل بابا الله يرحمه؟ لا لا انا ما قلتش كده. بصي انا عارفه انك غلبانه ومالكيش دعوه، وان الموضوع ده كله عندي انا، وطاري انا هعرف اخده كويس قوي، مش من كريمه بس، من بيت عبد الحكيم كله. ايوه هي كريمه السبب. بصي القضيه هيتنزل فيها قريب قوي، وكريمه هتشرف السجن، يعني هتشرف. كل اللي انا عايزاه انها ما تخرجش من هنا اللي على قبرها. فهماني يا سينا؟ السلام عليكم. اهلا اهلا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل. جيتوا على بالي، قلت اما اجي اسال عليكم. لا شكلك كده كان عندك معلومه. لا والله ده جايكم مخصوص. يا وحشناك اظن. يا اتفضل اتفضل. القهوه بسرعه مروان بيه. وحشتوني جو مليح. مش احنا عيله واحده؟ زي ما بيقولوا صله الرحم وجبه. اه طبعا عندك حق. ما انا اخويا الله يرحمه اتجوز جبريه. بس تصدق والله انا زعلانه منها قوي كمان. ازاي لحد دلوقتي ما تجيش ولا مره تزورني ولا تطمن عليا؟ والله عندك حق، امي غلطانه وانا بعمل اللي هي ما بتعمله شيء. جاي ليه يا مروان؟ جاي ليه؟ كانك بتقولي لي اطلع بره. لا والله يا ابدا. لعلمك انا كنت جايه ازورك لحد عندك، لحد باب بيتك. اصل انا كده في شويه حاجات مش عاجباني في الشغل. وانا كمان يا ريم في حاجات كتيره قوي مش عاجباني. طبعا اكيد. اتفضل. انت على راسي من فوق، وانا بقول لك الكلام ده عشان تعرف ان انا قصدي خير. ريحي نفسك. مين قالك ان انا تعبانه نفسي فعلا؟ يا دي انت تعبانه قوي. شايله هم الدنيا كلها فوق دماغك، وهم عادل والشغل، وعقلك عمال يودي ويجيب عشان تاخدي طار محرم. هو انت عايزني اطلع فوق في اوضتي واعيط واحط ايدي على خدي؟ مش القصد، انا بس خايف عليكي. بجد خايف عليا؟ خايف عليا ازاي وانا في وسط عيله زي الفل زيكم؟ تخاف عليا وانا وسطك انت وحسن وجبريه حبيبه قلبي؟ اكيد في حاجه تانية انا ما اعرفهاش. ايوه في حاجات كتيره قوي انت ما تعرفيها شيء. عشان خاطر محرم وعشان خاطر ان احنا عيله واحده بلاش نلف وندور على بعض. طب بما اننا عيله واحده انا ليا عندك طلب. اموري. طار محرم اخويا لازم ناخده. قهوتك. انا سافرت ورحت وجيت بس لسه جوايا عادات وتقاليد البلد دي. انا لازم اخد عز اخويا. ريم انا عايز اقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. عارف انا لو مش معاكوا ابقى ضدكوا. مروان انت بجد ما تعرفش مقامك عندي قد ايه. انت اكتر واحد بحترمه في العيله دي. عارف ليه؟ عشان انت راجل كلمتك واحده ومن الاخر. ريم انا عايز اقول لك على حاجه. الناس اللي حواليك انت ما تعرفهمش زي ما انا عارفهم. اذا كان عادل ولا عصام انا اقدر احط صباعي في عين اي حد فيهم واجيبهم كلهم تحت رجلي.